وأنت معي نتابع هذه الصورة الآن المباشرة من دوما، وهي لقطات لطائرة مسيرة تعرض لنا الآن في هذا التوقيت مدينة دوما، والتي يعني نحن بانتظار مصدر رسمي ليعلم بأنها محررة بالكامل. قلة قليلة من الإرهابيين لا تزال موجودة ضمن هذه المدينة، سيكتمل خروج الإرهابيين في الساعات القليلة المقبلة. رفع العلم العربي السوري اليوم في مدينة دوما وعلى أسطح إحدى أبنيتها. اجتمع عدد من أهالي دوما حول الجيش وقوى الأمن الداخلي التي وقفت وأعطيت لها الأوامر بتسيير شؤون الناس، بحماية ممتلكات الناس، وبالإشراف على سير الحياة هناك. يعني وهذا يعني رسالة بأن الحياة سريعا جدا ستعود إلى دوما بعد أن تتحرر بالكامل من آخر وجود إرهابي على أراضي. نلاحظ بعض الحركة يعني موجودة في شوارعها، هذه المدينة الكبيرة على أطراف دمشق عانت كثيرا من الإرهابيين على مدى سنوات طوال، خبأت الكثير من الأسرار، عانى كثير من الأسر بسبب وجود الإرهاب في دوما، عانت كثير من يعني أزقة وضواحي دمشق من إرهابيي دوما بسبب القذائف التي كانت تنهال عليهم في لحظات كثيرة. اليوم تعود دوما محررة بانتظار الإعلان عن تحريرها بالكامل. لندخل وقد اشتقنا إلى دوما لنعرف ماذا حل بدوما بعد سنوات من غيابها عن سيطرة الدولة السورية. عسى هذه العودة أن تكون خير لكل سوريا، لكل أرجاء سوريا، لكل أبناء سوريا إن شاء الله. وكان يعني تحريرها ليس بالأمر السهل، هو منجز كبير له أهمية كبيرة بالتوازي مع منجز تحرير دوما وكل الغوطة الشرقية. كان هناك تصعيد كبير غربي كبير سواء دبلوماسي أو حتى عسكري، ومنه هذا العدوان على سوريا اليوم. هذه مدينة الملاهي في دوما، الكل يعرفها والكل يتذكرها، كلنا نحن أطفال قد زرناها، خبرنا الفرح، خبرنا المرح على أراضيها. إن شاء الله تعود أفضل مما كانت، ونغلق الملف نهائيا على كثير من الأحزان والشجون التي بقيت طالما كان الإرهاب موجود خلال سنوات احتلال دوما. اليوم بنصر دوما وبنصر الغوطة الشرقية حققت سوريا نصرا كبيرا. حاولوا طمس هذا النصر، حاولوا تشويه صورة هذا النصر، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا منها أساسا. هم بهذا العدوان يقرون حجم وضخامة هذا النصر الاستراتيجي الذي تحقق في الغوطة. على كل حال تتوالى ردود الأفعال وتتوالى الإخبارية في رصد كثير من يعني طبيعة